الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وهي أن سبب العتق هو الكفر أصلا، ولذلك نحن إذا غزونا بلادا كافرة فأسرنا منهم رجالا فإننا نسترقهم، وسبب رقهم هو كفرهم. فإذا كان السبب في انعقاد الرق لا يزال مستمرا فكيف نعتقه ولا تزال علة رقه موجودة فيه؟ فإذا سبب استرقاقه كفره، فلا يمكن أبدا أن نعتقه ما دامت العلة في استرقاقه لا تزال موجودة، وهذا دليل عقلي.